السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نبدأ ببناء الادمن بانل. تمام، هذا الفيديو طبعا بالنسبة لهي الجزئية راح تتقسم على عدة أجزاء. بالنسبة للادمن بانل طبعا في عنا 3 بانلز، البانلز الأولى خاصة للبروفايل الادمن، والبانل الأخرى خاصة بالسيستم يوزرز كيف ممكن يعدل على يوزرز يحذف يوزرز، والبانل الثالثة طبعا راح تكون عبارة عن السيتنجز. طبعا السيتنجز راح يعني يعطيكم مثلا انه تعطوني مثلا مساعده انه كيف مثلا ممكن نعدل على امور داخل هذا السيستم. تمام، يعني في عده امور ممكن تعطوني اقتراحات انه كيف ممكن نعدل على السيتنجز الخاصه بهذا السيستم. عموما قبل ما ابدا بهذه الجزئيات كامله، انا راح اروح عند الاب سيتنجز، راح نعمل خطوه مفصليه، راح نعرف هنا اوث سيرفيس. تمام، بالاب دوت كومبوننت دوت تي اس، وهي طبعا اوف تايب اوث سيرفيس. اوكي، وهون طبعا بكل مره بتحمل التطبيق يعني بيعمل ريلود راح نحمل بيانات الداتا. تمام، فبامكاني هون اكتب مثلا this dot auth service dot في عندنا prepare user data. جميل، طبعا داخل prepare user data راح نروح على يعني هون، بس ما اعتقدش في ايرور داخل app component، يعني راح نروح على auth service. تمام، في عندنا راح نعمل تشيك مره اخرى لانه ما بديش انا مثلا اذا كانت الداتا كانت موجوده يعمل لي مثلا فيتش مره اخرى لها، لا راح نيجي نعمل ايش الكونديشن التالي هون. طبعا اف فور اكزامبل ممكن يعني اعمل هون طبعا اند. تمام، اذا كان لوج ان اوكي اند مثلا ممكن اكتب هون اند نوت ذس دوت كرنت يوزر دوت فاليو اند نوت ذس دوت كرنت يوزر دوت بروفايل دوت فاليو، وهون عندنا اخر اند نوت، هون طبعا نوت ايضا، وهنا ايضا نوت ذس دوت فيفرت ليست دوت فاليو. تمام، طبعا الهدف من هاي العمليه انه ايش اعمل اذا كان اليوزر عامل لوج ان. تمام، اذا كان اليوزر عامل لوج ان وفي عندنا انه ما كانش في قيم للكرنت يوزر ولا البروفايل ولا الفاليو، اعمل لي فيتش لبيانات اليوزر على اساس انه مثلا هذا الكونديشن راح يعني يعمل لي مثلا انه ما يكونش في دائما فيتشنج للداتا والداتا موجوده. تمام، راح يوفر بيانات وراح يوفر كوست علينا. تمام، فهي هي الخطوه بس اللي كنا حابين نعملها. طبعا في غير هاي الامور انه اول شيء راح نعمل انه جنريت لموديول اسمها ادمن بانل موديول، فبامكاني اني اروح على السي ام دي هنا. تمام، ونعمل فور اكزامبل انجي جنريت لموديول. تمام، وهذه الموديول طبعا انا راح اعمل احتاج اني اعملها داخل المين هنا، داخل المين داخل هنا مين اسميها مثلا ادمن بانل. اوكي، هاي هي طبعا الموديول اللي انا راح اعملها، وراح اعمل ايضا لها راوتينج، وراح نعملها 3 كومبوننتس. فراح نعمل اوكي، وطبعا بعد ما عملنا هذه الموديول من المفترض انه داخل المين هنا يعملنا مثلا انه زي الموديول اللي اسمها عباره عن ادمن بانل. تمام، بامكاني فور اكزامبل انه اعمل مثلا سينكرونايز المشروع فور اذا كان في عندنا سينكرونايزيشن. تمام، راح نيجي نعمل مثلا سينكرونايز بحيث انه الداتا طبعا تتحمل مره اخرى، نجرب اذا في عندنا سينكرونايز او اي شيء اخر نعمل ريفرش له. عموما في عندنا هنا داخل المين مفترض انه يكون داخل المين يعمل لي الادمن بانل موديول. طبعا هينا مثلا هنا وصلنا عند الادمن بانل، هذا عباره عن ادمن بانل موديول. هاي الادمن بانل موديول راح نعملها طبعا راوتنج، بامكاني اني اجي هون نفس الموضوع انه اجي احكي له مثلا ادمن بانل فور اكزامبل راوتنج، هاي راح نعمل موديول اسمها راوتنج. طبعا راح تكون الراوتنج خاصه انه نعمل مثلا راوتس داخل هاي الموديول. وطبعا هنا انشا الادمن راوتنج موديول راح نشوفه احنا حاليا داخل الادمن بانل، مفترض انه يكون في عندنا هنا ادمن بانل راوتنج. تمام، طبعا هاي الادمن بانل راوتنج من المفترض اني انقلها داخل ادمن بانل، فراح بامكاني اني انقلها هنا. اوكي، وهون طبعا راح اضعها ادمن بانل راوتنج راح اضعها داخل الادمن بانل نفسها. اوكي، وهون راح نحذف الفولدر. حاليا راح نعمل جنريشن لثري كومبوننتس، اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو فقط راح نعمل يعني امبلمنتيشن للبروفايل كومبوننت. فراح نيجي عند هون على سبيل المثال، ونيجي على سبيل المثال يمكن نكتب انه انجي جنريت كومبوننت داخل المين. تمام، داخل الادمن بانل ادمن بانل. تمام، ونسميها فور اكزامبل بروفايل. تمام، على اساس انه ما يكونش في كونفليكت ممكن نكتب انه مثلا سكيب امبورتس
skip import. وطبعا راح نعمل مثلا موديو كومبوننت اخرى اسمها سيستم يوزرز. والموديول الثالث راح تكون عبارة عن settings. وزي ما انتم ملاحظين حاليا صار في عنا 3 components، وفي عنا admin panel module و admin routing module. حاليا راح اضعهم داخل declarations. تمام، راح اضعهم داخل declarations. ممكن اكتب هنا مثلا profile component. تمام، وفي عنا ايضا انه system users component، وفي عنا ايضا في عنا settings component جميل جدا. حاليا داخل الادمن بانل هنا بامكاني اني اعرف routes. ممكن اكتب مثلا هنا const routes، اعمل routing لهذا الموديول. هذا اوف تايب طبعا routes. اوكي، طبعا هذا راح يكون يساوي array وداخلها object. اول object راح اضعه هو عباره عن الباث، راح يكون الخاص فيه انه لما يكون الباث عندي مجرد فاضي. تمام، راح يكون له children. تمام، فانا بامكاني هنا طبعا تطبيق للتشيلدرن هنا، بامكاني اكتب هنا تشيلدرن. اوكي، والتشيلدرن راح يكون عباره عن اري وبداخلها اوبجكت. اول طبعا باث راح يكون عباره عن فور اكزامبل، راح اخليه عباره عن بروفايل. تمام، وهذا طبعا بامكاني، هذا راح يكون عباره عن ادمن. يعني كيف انا لما اكتب زيك ادمن بانل تمام سلاش بروفايل، هيك الهدف من التشيلدرن يكون في عندي بريفكس راوت. تمام، فالبريفكس راوت راح يكون عباره عن ادمن بانل. جميل جدا. وهون طبعا الكومبوننت الخاصه فيه راح تكون عباره عن الكومبوننت، راح تكون عباره عن البروفايل كومبوننت. تمام، وفي عندنا ايضا راح نكرر هاي العمليه. راح تكون في عندنا سيستم يوزرز. اوكي، وفي عندنا اللي هون سيستم يوزرز، وفي عندنا هاي عباره عن سيستم يوزرز، وفي عندنا ايضا هاي راح تكون عباره عن سيستم يوزرز. واخر كومبوننت راح تكون عباره عن سيتنجز، وهذا راح تكون عباره عن السيتنجز كومبوننت. جميل. طبعا بعد هاي العمليه انا بامكاني انه اكتب هون فور اكزامبل راوتر موديول، راوتر موديول دوت فور تشايلد. طبعا حتى نعمل تطبيق للراوتس. حاليا انا طبقت مفهوم انه التشايلد بشكل عام. بالنسبه لل في عندنا داخل اللي في عندنا هون المين لاي اوتس، اللاي اوت راح نعملهم امبورت داخل الادمن لاي اوت موديول. بامكاني نروح هون، تتذكروا انه هذا كتبناه داخل الادمن بانل. راح اعمل له ان هون، طبعا راح ازيح الكومنتس اللي عليه. اوكي، هاي طبعا صفة ادمن بانل. بامكاني اضع عليها الكارد، طبعا ما ننساش نضع عليها الكارد، مهم جدا. جميل، في عندنا هون طبعا اللود تشيلدرن زي ما انتم ملاحظين انه اي. تمام، بعدين بعد الذن راح يحمل هاي الموديول الخاصة بالنسبة للادمن بانل، وبالتالي راح تكون جاهزة عندي الادمن بانل موديول. تمام، هذا بالنسبة للادمن بانل. طبعا هون داخل الادمن بانل موديول انا راح احتاج اني اعمل امبورت لعدة موديولز. اول موديول طبعا راح تكون عبارة عن انه في عندنا ممكن نكتب مثلا انه شيرد موديول. تمام، الشيرد موديول محتاجها، وراح احتاج طبعا للفورمز موديول، وراح احتاج للرياكتيف فورمز موديول، لاني راح اعمل مثلا ابديت للبروفايل، فراح استخدم فورمز. تمام، هاي بالنسبه لل وهون ايضا ما ننساش نعمل امبورت للادمن راوتنج موديول، او ادمن راوتنج او ادمن بانل راوتنج موديول. تمام، هذا بالنسبه للمحتاجين. وادمن بانل راوتنج موديول راح يكون الموجوده هذه راح نعملها امبورت داخل الموديول نفسه. جميل، حاليا داخل البروفايل راح نعمل امبلمنتيشن. قبل ما نبدا بال HTML لازم نجهز قبل ما نبدا بال HTML لازم نجهز التايب سكريبت. طبعا بالنسبه للبروفايل طبعا في عده امور لازم نعملها داخل البروفايل. اول هاي الامور انه مثلا انه نجهز الديالوج. طبعا هنا فور شوينج ديالوج، هاي الداتا فور شوينج ديالوج، على اساس انكم تفهموا احنا شو الداتا اللي بنفهم مجهزها. راح تكون في عندنا عباره عن مودال ريف، وانتم بتعرفوا شو المدرف، هذا عبارة عن بي اس مدرف. وفي عنا ايضا غير المدرف، في عنا على سبيل المثال انه update object، هذا راح نكتب انه for example for updating profile. تمام، فبامكاني اكتب هنا update profile data، هذا راح يكون عبارة عن يساوي object. تمام، اعطيه مثلا first name
راح تكون عبارة، هاي راح تكون كابيتال مفروض. الفيرست نيم عبارة عن نال، تمام، قيمتها نال. وفي عنا اللاست نيم راح تكون عبارة عن نال ايضا. وفي عنا ايضا انه الايج هذا عبارة عن نال. وفي عنا الجندر هاي عبارة عن نال. وفي عنا بالنسبة لغير الجندر في عنا انه الفون هذا نال. وفي عنا غير الفون الكونتري والسيتي والادرس. كونتري هاي عبارة عن نال. وفي عنا السيتي نال. وفي عنا الادرس نال. وكيف ممكن نتأكد اذا الداتا كانت صح او لا؟ بنروح عند المودلز على سبيل المثال. في عنا المودلز الخاصة باليوزر، في عنا البروفايل، في عنا فيرست نيم، لاست نيم، جندر، اي دي، جندر. هون طبعا الايمج، طبعا الايمج مش راح تكون من ضمن الاوبجكت هذا، ليش؟ لانه الايمج عبارة عن ملف، فمش راح نضعها داخل الاوبجكت، تمام؟ عموما داخل البروفايل هنا انا اكتفيت من بناء الاوبجكت هنا. في عنا طبعا فور ابلودنج فايل، او مثلا ممكن اكتب هنا بروفايل ايمج، تمام. هاي الكومنت طبعا انا كتبته انه راح استخدم البابليك ابلودر، اوكي. وهذا الابلودر راح يكون عباره عن فايل ابلودر. هذا الفايل ابلودر جاي من مكتبه عباره عن ان جي 2 فايل سيلكت، تمام، او ان جي 2 فايل ابلود. فراح يكون يساوي عباره عن نيو فايل ابلودر، نيو فايل ابلودر، تمام. هاي طبعا فايل ابلود راح تكون عباره عن فايل ابلودر، مش فايل هنا فايل ابلودر فقط، فايل ابلودر، تمام. هذا عباره عن فايل ابلودر ولازم اعطيه كونفيجريشن. بامكاني اكتب هون كونفيجريشن، فور اكزامبل في عندي الماكس سايز، تمام، الماكس فايل سايز. في عندي الميديا مثلا، اول من مثلا الميديا، تمام، بشكل عام. في عندنا ممكن اعطيه كونفيجريشن، لازم انا راح اعطيه كونفيجريشن فاضي، تمام. انا على كل حال هذا هي كونفيجريشن. وفي عندنا غير اللي في عندنا راح نستخدم الفورم داتا، وهذا عبارة عن فورم داتا راح يكون يساوي عبارة عن نيو فورم داتا، جميل. وفي عندنا طبعا السيلكتد فايل، انه بدي اشوف شو انا اخترت، شو اسم الملف اللي اخترت اللي اخترته انا. هذا طبعا راح يكون يساوي نل، تمام. وبعد هاي العملية طبعا بامكاني انه داخل الانجيو نسوي عدة امور. اول امر راح اعمله انا كالتالي، تمام. بامكاني هنا راح نستخدم الاوث سيرفيس، تمام. اكتب داخل كونستراكتر بابليك اوث سيرفيس، تمام، وهذه اوف تايب اوث سيرفيس، اوكي. ليش احنا راح نستخدم الاوث سيرفيس؟ لانه شفتوا هذا البروفايل وين هو اللي داخل الاوث سيرفيس، اللي داخل الاوث سيرفيس راح نستخدم البروفايل موجود هنا البيهيفير سبجكت، هذا البروفايل داخل هاي الموديول، تمام. فانا فيش داعي اني اعرف هون اوبجكت من تايب بروفايل واعطيه قيمه واجهزه، تمام. فانا بامكاني على سبيل المثال انه هون راح نعمل مثلا ميثودز، هنا methods for showing dialogues، يعني الديالوجز اللي ممكن تطلع لي، تمام. اول method طبعا راح تكون عباره عن open modal، راح تاخذ template، وهذا template of type مثلا template reference، template reference هاي طبعا راح تكون of type any. وهذا طبعا بالنسبه للopen modal راح تكون logic الخاص فيها كالتالي، انه this dot modal ref، مودال ريف، راح نجهز المودال ريفرنس. راح نسوي ايه؟ انه ذس دوت، طبعا هون لازم محتاجين البي اس مودال ريف على اساس انه المودال سيرفيس. راح نكتب البرايفت مودال سيرفيس، وهذه اوف تايب بي اس مودال سيرفيس، تمام. طبعا هون راح نكتب انه ذس دوت مودال سيرفيس، تمام. دوت في عندنا ميثود اسمها شو، وراح نعطي التمبلت، اعمل لي شو للتمبلت، اوضح لي اياها، اوكي. طبعا هاي بالنسبه هون طبعا في عندنا الهايد، راح نكتب الهايد، وراح نكتب انه this dot modal ref dot في عنا الهايد، تمام. هاي بالنسبة للهايد. هاي الميثودز طبعا يعني مرتبطة ببعضها، الهايد والopen modal. في عنا على سبيل المثال راح نكتب مثلا ميثود اسمها onFile select، اوكي، handling uploading file، تمام. او ممكن اكتب هنا profile image. راح لازم نعمل هنا ايفنت ايميتر، تمام. هون بالنسبه للابلودنج طبعا انه اون فايل سيلكت، هاي اسمها راح تكون اسمها اون فايل سيلكت، جميل. وبالنسبه لاون فايل سيلكت راح تاخذ الايفنت، وهذا الايفنت طبعا لما نكتب انه راح نربط احنا الاون سيلكت ايفنت، تمام، او الاون تشينج ايفنت بالنسبه لاختيار الفايل الصور تبعيه اليوزر. فهون بالنسبه لاون فايل سيلكت راح ناخذ الايفنت، وهون راح نيجي نحكي مثلا اف ايفنت دوت التارجت، اوكي،
دوت في عندنا ايفنت دوت تارجت، في عندنا طبعا الفايلز، الفايلز عباره عن اري اوف فايلز. طبعا هنا ممكن نكتب دوت لينكس كان اخت بار من صفر، يعني كان في عندي صوره داخل ده، كان في عندي صوره داخل الفورم بشكل عام. راح نيجي اول شيء نجيب الصوره، const file is equal to event dot target dot في عنا الفايلز الاولانيه دوت، في عنا انه as file، يعني راح اخليها as file. تمام، يعني انا جبت اجيب الصوره الاولانيه الخاصه بالفورم، وراح نجيب مثلا نكتب هنا this dot selected file. شو يساوي؟ راح يساوي مثلا انه الفايل دوت نيم، فايل دوت نيم، راح اني اخترت مثلا هذا الملف يلي اسمه كذا كذا، وهون طبعا this dot form data. تمام، دوت في عندنا ميثود اسمها set، هذه set طبعا راح نحط بداخلها متغير، هون راح اعطيه الكي راح يكون عباره عن اسمها image، وهون طبعا الفاليو راح تكون عباره عن فايل. تمام، انا هيك فعليا اخترت فايل، اوكي؟ جميل جدا. حاليا في عندنا على سبيل المثال انه ممكن اجيب الجيت ايمج، اني ممكن اجيب قيمتها. هاي الجيت ايمج طبعا راح تكون عباره عن انه ريتيرن this دوت في عندنا الفورم داتا، في عندنا دوت ميثود اسمها جيت، الجيت بتجيب لي فاليو، واحنا هون مطلوب منا ان انا اعطيه الكي، الكي راح يكون عباره عن الايمج. تمام، هذا يعني الكي الخاص بالنسبه للايمج هنا. طبعا بالنسبه للجيت ايمج اعتقد اني لازم اكون يعني خارج السكوب. جميل، طبعا بالنسبه لبعد الجيت ايمج في عندنا ممكن نسوي ميثود اخرى، تمام، اسمها الابلودنج نيو بيكتشر، ابلودنج وهذا الابلودنج نيو بيكتشر راح نيجي نعمل فيها التالي. تمام، اول شيء احنا انا واجهتكم بالاوفر فيو لهذا السيستم انه في عندنا زي السبينر، السبينر هاي راح تعطيني زي اللودنج. تمام، فبامكاني اني اعمل امبورت لهذا السبينر، بامكاني على سبيل المثال انه انا بال يعني بالنسبه للسبينر في عندنا ممكن اني انا اعرف مثلا سبينر سيرفيس. تمام، السبينر سيرفيس يعني هاي راح تكون عباره عن سيرفيس. تمام، احنا بنستخدمها بهدف انه نعمل يعني لودنج للسبينر. تمام، فداخل ال داخل اللي في عندنا الكونستراكتر بامكاني انزل ثمان سطر واكتب مثلا برايفت. تمام، في عندنا غير البرايفت طبعا راح تكون عباره عن سبينر اسميها، وراح تكون عباره عن ان جي اكس سبينر. تمام، في عندنا ان جي اكس سبينر سيرفيس. تمام، هاي عباره عن الان جي اكس سبينر سيرفيس، اوكي، هاي طبعا قادمه من التوست من السبينر موديول. اوكي، طبعا احنا وظيفتنا حاليا بالنسبه للسبينر هنا اول ما يصير في رفع للفايل بامكاني اكتب انه this dot في عندنا spinner، اوكي، this dot spinner، اوكي، في عندنا dot في عندنا ميثود اسمها show. تمام، في عندنا الشو، انا مش راح اعطيها نيم، بس راح اكتب show مع انها بروميس لكن مش راح اعملها async ولا await. تمام، فهذا عباره عن show، راح نكتب مثلا this dot في عندنا الاوث سيرفيس، في عندنا dot مثلا على سبيل المثال لازم نعمل طبعا البروفايل سيرفيس، انا في عندي بروفايل سيرفيس، لازم نعمل امبورت للبروفايل سيرفيس. هنا طبعا داخل ال داخل هنا السيرفيسز بكتب هنا برايفت بروفايل سيرفيس، وهذا طبعا اوف تايب بروفايل سيرفيس. جميل، وطبعا هنا بامكاني اكتب ذيس دوت بروفايل سيرفيس دوت، في عندنا ميثود اسمها لما نعمل ابلودنج لنيو بيكتشر شو اسم الميثود؟ اسمها ابلود بروفايل ايمج. فشو باخذ هنا الداتا، شو هو الايمج فورم؟ راح اعطيه ذيس دوت فورم داتا. تمام، بعد ما نعمل فورم داتا راح نعمل سبسكرايب. تمام، السبسكرايب راح يكون يعني راح يرجع لنا بروفايل، فراح اكتب هنا بروفايل وهذا اوف تايب بروفايل راح يرجع لي. تمام، هذا البروفايل طبعا لازم نعمل له امبورت. اوكي، هون طبعا بعد ما يرجع لي البروفايل على اساس اني احدث قيمه البيهافيور سبجكت الموجود داخل الاوث سيرفيس، شو بكتب هنا؟ بس بكتب التالي انه ذس، تمام، ذس دوت اوث سيرفيس دوت في عندنا البروفايل دوت نكست، يعني القيمة الجديدة الخاصة بالبروفايل المعدل. تمام، راح تكون قيمة البروفايل، البروفايل. تمام، جميل جدا، بعد ما عملت العملية هاي بإمكاني إنه أجي أكتب مثلا this dot selected file، this dot selected file is equal to null، خلص أنا يعني اخترت ملف، ايش داعي تحكي لي الملف اللي أنا اخترته لأني خلص حملت. وفي عندنا this dot spinner dot hide، خلص راح أخفي السبينر لأنه يعني خلص التحميل. وبعد هاي العملية طبعا انه مثلا ممكن اطلع له توستر مسج، بامكاني اني اجي استخدم مثلا اي توستر مسج زي موجودة داخل ايرور انترسبتر مثلا، بامكاني انقل هاي المسج الميثود عفوا. طبعا هاي يعني انت راح تلاحظ انه هاي الميثود تمام مستخدمة بمعظم بمعظم طبعا في الكومبوننتس والموديولز، ممكن لاحقا نعملها شيرد سيرفيس. تمام، ونستخدمها بدل ما اني اكتب ميثودز وما الى ذلك. تمام،
فهون طبعا انا راح استخدم راح نعمل انجكشن للسناك بار سيرفيس. سناك بار هذا عبارة عن سناك بار او مات سناك بار عفوا مات سناك بار تمام. هاي عبارة عن provider service تمام. فهنا طبعا راح نستخدم انه this dot في عنا open snack bar تمام. بامكاني اكتب له انه على سبيل المثال profile image ممكن نحكي انه uploaded successfully تمام. وشو الاكشن؟ اوكي button راح تكون عبارة عليها اوكي تمام. هذا بالنسبة للopen snack bar طبعا. حاليا طبعا هنا successfully في عنا بالنسبة بعد هاي العملية انه ممكن نعمل ميثود اخرى نسميها مثلا changing profile existing profile تمام. فممكن هون اكتب مثلا changing تمام existing profile تمام changing existing profile طبعا هون عفوا changing existing طبعا هون picture profile picture اوكي. طبعا هاي بالنسبه للتشينجينج بامكاني اكتب مثلا اول ما يعمل تشينج راح اكتب هون ذس دوت في عندنا سبينر دوت شو هي بس مجرد تغيير لصوره الغلاف يعني تمام. وهون طبعا ذس دوت بروفايل سيرفيس نفس اللي هي الابلودنج يعني ما في اختلاف عنها ابدا. هون في عندنا تشينج بروفايل ايمج راح تاخذ الفورم داتا ذس دوت فورم داتا. وهون طبعا بعد ما تعمل نفس الموضوع دوت سبسكرايب والسبسكرايب راح يرجع لي بروفايل وهذا البروفايل طبعا راح يكون اوف تايب بروفايل تمام. وهون طبعا راح نيجي نعمل انه في حاله صار فيه تقريبا نفس اللوجيك التالي نفسه ما بيختلف عنه ابدا. هون طبعا سيلكتد فايل وهايد هون طبعا البروفايل ايمج ابديتد تمام راح نحكي انه ابديتد سكسسفلي اوكي فقط. هذا هو كل اللوجيك تمام بالنسبه للابديت تمام. ففي عندنا طبعا غير هاي الموضوع انه ممكن هنا نستخدم او اعتقد حاليا اللوجيك يعني ما في تغيير يعني هذا اللوجيك اللي احنا محتاجينه الان. راح نروح حاليا عند ال HTML تمام. ممكن اروح عند ال HTML الخاص بالبروفايل في عندنا البروفايل هنا تمام. فداخل البروفايل بامكاني اعمل عده امور. طبعا اولها انه على اساس ما ننساش اذا كنتوا بدكم تسووا اي كومبوننت تمام في عندنا لازم تسووا هذا الكلاس عباره عن بانل هيدر تمام. بانل هيدر اوكي. وهذا البانل هيدر طبعا لازم نحط لهم بانل هيدر سمول طبعا نفسه هذا راح اعمل له كوبي بانل هيدر وراح يكون عباره عن بانل هيدر اس ام في حاله سمول يعني ديفايسز تمام. وهون طبعا وهون بالنسبه للبروفايل طبعا في عندنا انه السبينر طبعا وهون لما نحكي انه شو وهاي طبعا شو بيقول قصده اي سبينر بالضبط راح يعملها هايد وشو راح نعرفه هون داخل اتش تي ام ال سبينر تمام. هون طبعا راح نستخدم طبعا هون تاج اسمه ان جي اكس سبينر تمام. هون ان جي اكس سبينر تمام. هذا الان جي اكس سبينر طبعا مكتبه تسمى طبعا التوستر او السبينر موديول تمام. فهون بامكان داخل ان جي اكس سبينر راح نعمل التالي. هون راح نعطيه اعدادات تمام. شو الاعدادات اللي راح نعطيه اياها؟ راح نحكي له مثلا بي دي كلر بي دي كلر اوكي راح يكون كالتالي. ممكن اعطيه انه ار جي بي اي يكون ممكن في عندكم مكتبه راح اعطيك اياها بالدسكربشن انه خاصه بالنسبه لل هنا راح يكون عباره عن الار جي بي اي راح يكون عباره عن الكلرز يعني 5151 تمام. راح تكون عباره كمان عن 0.8 جميل. وفي عندنا طبعا غير البي دي كلر في عندنا السايز راح يكون عباره عن لارج تمام. وفي عندنا غير السايز راح يكون عباره عن الكلر. راح استخدم الهكسا ديسيمال كلر راح يكون عباره عن انه 934 انا مسجله عندي 934 راح يكون عباره عن دي 4 دي تمام. بعد هاي العمليه طبعا في عندنا التايب الخاص لهذا السبينر راح يكون كالتالي انه في عندنا شيء يسمى البول يعني راح يكون في عندي بول يعني بتختفي وبتظهر تختفي وبتظهر تمام. هون راح يكون اسمها سكيل مالتيبل تمام. هاي مالتيبل اوكي. هاي بالنسبه للبول طبعا سكيل مالتيبل. وفي عندنا طبعا انه هنا راح نضع بداخلها تكست تمام. التكست راح يكون كالتالي راح يكون عباره عن الستايل ممكن اعطيه هون طبعا انه ستايل راح يكون عباره عن فونت سايز نعطيه الفونت سايز راح يكون عباره عن 20 بكسل. وفي عندنا غير الفونت سايز راح نعطيه الكلر ممكن اعطيه كلر مثلا غير هذا اعطيه الكلر تمام يساوي
ممكن نعطيه انه الكلر يساوي، او مثلا نعطيه الكلر يكون وايت، راح استخدم اللون ابيض لهذا التكست. تمام، عموما هذا هو عبارة عن الستايل. خلصنا من انجكس سبينر، حاليا انا بضيف في ابني البروفايل كونتنت. تمام، فكيف ممكن ابني البروفايل كونتنت؟ اول شيء راح نعرف ديف اسميه مين. تمام، كونتنت، وهذا المين كونتنت. هذا طبعا موضوع الديزاين بصفي لكم، يعني ما فيش عليه اختلاف ابدا. تمام، هذا طبعا راح نعرضه فقط. تمام، اذا كان في عندي فقط بروفايل، اذا كان في عندي قيمه للبروفايل هذا راح نعرضه فقط ان جي اف. هون نضع ستار ان جي اف. اذا كان في عندي داخل الاوث سيرفيس دوت في عندنا الكرنت البروفايل دوت فاليو. تمام، اذا كان في قيمه للبروفايل بشكل عام اعرض لي البروفايل. تمام، فهون طبعا راح نكتب هنا رو، وهذا الرو طبعا راح نضع فيه انه كولوم ام دي. تمام، راح يكون عباره عن 8، وهذا كولوم راح يكون عباره عن كارد. تمام، هنا راح يكون عباره عن دوت كارد، وهذه الكارد طبعا بداخلها بامكاني اكتب هنا كارد هيدر. وداخل كارد هيدر راح نعمل التالي. طبعا اول شيء مثلا هنا تايتل، هو راح يكون نعمل مثلا زي التايتل. تمام، هذا التايتل طبعا انا بدي اياه مثلا يكون زي الاتش 5. تمام، هنا اتش 5 فور اكزامبل دوت مثلا في عندنا التايتل. تمام، هذا التايتل طبعا راح نكتب انه ايديت بروفايل. هون طبعا راح نعمل لنا فورم. تمام، الفورم اللي راح نعمله كالتالي. طبعا بعد هذا الكارد دار ممكن اكتب هنا كارد بادي. تمام، الكارد بادي الخاص لهاي اللي راح نكون كالتالي. اول شيء راح نعمل فورم، الفورم مش راح نعمل عليه اي شيء ابدا. طبعا راح نستخدم انه التمبلت دريفن فورمز. طبعا كيف ممكن تعمل التمبلت دريفن فورمز؟ هي عباره عن تو واي داتا بايندينج. فاول ممكن اعمل شيء، اعمله اسوي مثلا هنا اعمل رو. تمام، هذا الرو طبعا بداخله راح نيجي نعمل مثلا كولوم ام دي، راح يكون عباره عن كولوم ام دي مثلا 5. اوكي، طبعا بعد الخمسه ممكن اكتب بي ار ناقص 1 بعدينج رايت، يعني يكون عباره عن 1. تمام، وهذا بداخله طبعا راح نيجي نكتب انه مثلا دوت فورم جروب. وداخل هذا الفورم جروب بامكاني نكتب هون مثلا على سبيل المثال انه الليبل. تمام، يعني هون الليبل فور اكزامبل ممكن اعدل هون على سبيل المثال بالنسبه للبروفايل. في عندي ممكن اعدل على خليه مثلا الفيرست نيم. تمام، فيرست نيم. هون طبعا انه راح نيجي نعمل انبوت. تمام، هذا الانبوت راح يكون طبعا التايب تبعه الخاص فيه تكست. وهون طبعا راح نعطيه انه الكلاس. تمام، هون الكلاس راح يكون هون طبعا فيرست نيم. الكلاس راح يكون عباره عن فورم كنترول. تمام، وبالنسبه لهذا الانبوت طبعا راح نعطيه النيم، راح يكون عباره عن فيرست نيم. وراح نيجي نعمل ان جي موديل. كيف؟ اول شيء صندوق، بعدين بنانا يعني موزه. ان جي موديل اربط لي اياه مع ايش؟ اربط لي اياه مع الـ مع الـ في عندنا مع الفورم داتا. تمام، في عندنا عفوا مع الـ مع الاوبجكت. تمام، في عندنا بروفايل، في عندنا الابديت بروفايل داتا دوت، في عندنا الفيرست نيم. تمام، اربط لي اياه مع هاي البروبرتي. وطبعا بعد هذا الموضوع طبعا انه مثلا ممكن نعطيه ممكن اكتب هون الفاليو الخاصه فيه، الفاليو الاوليه. تمام، هون طبعا الفاليو راح نربط الفاليو الخاصه فيه حاليا مع ايش نربطها؟ مع الاوث سيرفيس دوت في عندنا بروفايل. اوكي، في عندنا الاوث سيرفيس دوت بروفايل دوت فاليو دوت في عندنا الفيرست نيم. اوكي، راح نربطه مع الفاليو الخاصه بالفيرست نيم. وطبعا هذا الموضوع راح نكرره. يعني احنا عملنا اول شيء طبعا عندنا البادنج راح يكون عباره عن 5. هون كتبنا، هون طبعا ممكن اعطيه، انا مش راح اكتب فورم، مش راح اضع له اي دي. هون طبعا عباره عن الليبل، ممكن اكرر هاي العمليه اكثر من مره، فبامكاني انه اكرر هذا الكولوم. تمام، ونزل تحت شوي. هون طبعا الفيرست نيم راح يكون عباره عن اللاست نيم، هذا طبعا راح يكون عباره عن اللاست نيم. جميل، وهون طبعا الفاليو راح تكون عباره عن اللاست نيم. هاي يعني راح تكون عبارة عن زي ما كتبنا انه هون مثلا هذا MD 5، خلينا اكتب هذا يكون عبارة عن MD 3، بحيث انه يعني ما يكونش ماخذ كل الكولوم بشكل عام. هذا طبعا بعد الكولوم الاولاني. في عندنا طبعا بعد الكولوم هذا بامكاني انه مثلا اجي اعمل اخذنا مثلا 3 هون، واخذنا 5 8، اصبح في عندنا طبعا 4 تقريبا. تمام، فبامكاني هون على سبيل المثال انه اجي اعمل 4. هذا الأربعة راح يكون عبارة عن الفيرست نيم واللاست نيم. بإمكاني أكتب هنا عبارة عن الإيج، هذا راح يكون عبارة عن نمبر. تمام، وهذا عبارة عن الإيج. تمام، وهذا عبارة عن الإيج.
اوكي، وراح تكون قيمة الايدج بشكل عام يعني. تمام، احنا هيك خلصنا الكولوم الاول. بامكاني حاليا انه نيجي على سبيل المثال عند الرو اخر، نعمل رو جديد. طبعا نتذكر انه هذا الرو تمام جاي تقريبا نهايته هنا. تمام، فراح نيجي نعمل رو اخر هون، راح نيجي نكرر العملية ونعمل رو ثاني جديد. اوكي، طبعا الرو هذا راح يكون كالتالي، هذا الرو منفصل يعني بشكل عام عنه، راح يكون نفس الموضوع خمسة، او ممكن اخليه مثلا خمسة وخمسة وخمسة، مش مشكلة شو ما كانت الاسماء عادي. هون طبعا راح يكون عبارة عن رو، هذا الرو طبعا راح يكون عبارة، في عندنا فيرست نيم لاست نيم ويج جندر وفون وكنتري. هون طبعا جندر جندر تمام، وانا جندر، هذا جندر ايضا، في عندنا الجندر، في عندنا الفون، اوكي هنا الفون والفون، وفي عندنا الفون وهذا الفون، وفي عندنا الكانتري، اوكي هذا عباره عن الكانتري، وهون عندنا ايضا الكانتري، وهون في عندنا ايضا الكانتري. تمام، هذا النيم طبعا راح يكون عباره عن كانتري. في حاليا غير الموضوع هذا، انه نيجي نعمل على سبيل المثال بعد هاي العمليه، خلينا ناخذ رو جديد، طبعا رو جديد غير هذا الرو، لكن هذا الرو راح اخليه 6 6 تمام، او 6 6 مثلا، ممكن اخليه 4 4 4 و 4، ممكن اخليه 4 4 4 يعني. تمام، فهذا الرو طبعا راح يكون عباره عن الادرس تمام والسيتي. هون طبعا راح نكتب انه السيتي، وهون طبعا راح نكتب انه السيتي، وهنا السيتي، وهون طبعا عندنا الادرس، وعندنا الادرس، وعندنا الادرس. تمام، فحاليا انه احنا عملنا الادرس وعملنا للسيتي، وفي عندنا الكانتري كانتري، وهنا عباره عن الكانتري، الفون والفون والفون، جميل جدا. في عندنا ضايل مثلا هنا داخل هذا الفورم، طبعا احنا مش راح نيجي نعمل فورم جروب مثلا، ممكن نيجي نعمل عند هذا الفورم الكولوم، مش راح اعمل ليبل. تمام، راح نيجي نعمل التالي، بامكاني نكتب هنا باتون. تمام، هذا الباتون طبعا راح تكون مثلا فور اكزامبل انه الكليك عليها، هاي طبعا الكليك عليها راح تكون تساوي مثلا ابديت بروفايل. تمام، هاي اللي بردي الابديت بروفايل، هون طبعا راح تكون عباره عن ميثود، وهون راح اكتب مثلا هون ابديت بروفايل. تمام، وهون طبعا بعد ما نعمل ابديت بروفايل راح نيجي نعمل هون ميثود، تمام، نسميها ابديت بروفايل، راح نيجي نعملها تحت. تمام، اسميها ابديت بروفايل، وهي طبعا الابديت بروفايل راح تكون فعليا تيجي تعمل التالي، انه مثلا ذس دوت، في عندنا البروفايل سيرفيس دوت، في عندنا الابديت بروفايل، في عندنا مثلا ابديت بروفايل اديت بروفايل، فراح نعطيه مثلا ذس دوت، في عندنا في عندنا طبعا ذس دوت، في عندنا ابديت بروفايل داتا، بعدين نعمل دوت سبسكرايب. تمام، هنا سبسكرايب، وهون راح يرجع لنا طبعا البروفايل، راح يرجع لنا بروفايل اوف تايب بروفايل. وهون طبعا راح نيجي نعمل ابديت كالعاده لل، راح نعمل ابديت لل، في عندنا الاوث سيرفيس طبعا نفس الموضوع فقط هذه. تمام، ممكن نطلع لهم مسج مثلا انه بروفايل داتا ابديت سكسسفل اوكي. هذا هو عباره عن لوجيك اللي احنا ممكن نعمله الى الان. تمام، طبعا بعد هاي العمليه، بعد ما سوينا الفيرست نيم وما الى ذلك اللاست نيم وهي الامور كامله، ممكن طبعا نيجي نعمل مثلا عده امور، يعني مثلا زي انه بعد ما نعمل الفورم بشكل عام، بعد ما نخلص من موضوع الفورم ممكن نعمل مثلا امور اخرى. تمام، انه مثلا احنا هذا كان مشبوك داخل رو، تمام هذا داخل رو، طبعا هنا في عندنا كولوم، تمام هذا اخذ 8 من الرو الاساسي للشاشه كامله، لكن بقي في عندي اربع عواميد اللي هم عباره عن كولوم ام دي 4، فبامكاني اشوف نهايته على سبيل المثال، راح انزل معاه، انزل راح اشوف انه هو قبل الاخير، اعتقد هذا هو عباره عن الكولوم، هذا عباره عن الرو، حتى في عندي هون انا مهتم بهذا الكولوم. تمام، فراح انزل معاه راح الاقي انه هون، تمام، فهون بامكاني اكتب ديف كولوم ام دي 4 ام دي 4، انا راح يعني اجي انزل معاه كامل، خليه منفصل تماما عن هذا. وهون طبعا ممكن اخلي كارد، طبعا هاي الكارد راح اعرض فيها صوره اليوزر. تمام، فهون بكتب مثلا على سبيل المثال انه كارد، تمام كارد، في عندنا يوزر، اوكي هذا الكارد يوزر. بامكاني هون اعرض مثلا ايمج، هذا الايمج طبعا راح يكون عباره عن الايمج، تمام السورس الخاص فيها راح يكون عباره عن هون طبعا انه الاسيتس، راح نروح عند الاسيتس، هاي بس مجرد يعني باك جراوند كلر. تمام، هاي اسيتس، في عندنا ايمج اسمها مثلا بي جي 5، تمام راح نروح عند الاسيتس، تمام
الاسيتس، الاسيتس اعتقد انها تحت الاسيتس. في عندنا نشوف اذا انه في صور، تمام، ايمج مثلا، هذا داخل ايمج، طبعا داخل الايمج هون راح يجي عنده داخل ايمج الاي ام جي، في عندنا البي جي 5 تمام. راح نعرض الصوره هاي كانها يعني عباره عن صوره ثابته، لكن مش صورتنا، صورتنا راح نعرضها تحت تمام. فبامكاني انا انزل حاليا عند تحت الايمج هذا الديف، وراح نيجي نعمل ديف ثاني غير الديف طبعا الكارد يوزر بشكل عام. راح نيجي نعمل مثلا هنا ديف او عفوا هون راح نكتب كارد بادي. داخل هذا الكارد بادي راح نعمل عده امور تمام. اول شيء ممكن نعمل له هنا انبوت، اوكي، وهذا الانبوت عباره عن بتون بس مجرد ما يكبس عليها فعليا راح يعمل لي يطلع لي ديالوج اختار فايل تمام. فهذا الانبوت راح نيجينا مثلا نعطيه انه التايب راح يكون عباره عن فايل، اول فكر تمام، التايب الخاص فيه فايل، وفعليا الستايل تمام راح يكون كالتالي. ممكن اعطيه ديسبلاي نان، بديش اياك تورجيني هذا الكولوم، ما بدي اياك تورجيني اياه ابدا تمام، راح يكون عباره عن نان. اوكي، طبعا بعد ما عملنا هاي الامور في عندنا راح نكتب عليه شيء يسمى ان جي 2 فايل سيلكت، ان جي 2 فايل سيلكت، وراح طبعا عباره هذا عن دايركتيف، يعني خلينا مثلا نستخدم الابلودر، فراح اربط الابلودر بالابلودر الموجود عندي تمام. وبعد ما عملت هذه العمليه بامكاني اكتب مثلا هنا انه تشينج، انه تشينج في حال اي تغير على الملف نفذ لي هاي العمليه، اعمل لي ابديت لقيمه الفورم داتا تمام. فهون طبعا لازم اعطيه الايفنت، الايفنت فاريبل. وفي عندنا بعد هاي العمليه طبعا انه هذا راح يكون عباره عن هيدن فايل انبوت تمام. راح نعطيه تمبلت ريفرنس فاريبل اسميه هيدن فايل انبوت، لانه فعليا هيدن مش راح يبين لليوزر هذا، لكن راح تبين عباره عن صوره معينه ويكبس عليها بعدين بيختار صورته تمام. فهذا الايفنت طبعا بالنسبه للايفنت. وفي عندنا الهيدن فايل هنا فايل انبوت. بعد هذا طبعا الانبوت بامكاني اكتب هنا اوثر تمام، بدي اعرض معلومات الداتا بشكل عام، وهذا راح يكون فيه عباره عن انكور تاج، وراح يكون اعمل عليها شبك طبعا. هون طبعا لما نكبس عليها هاي الكليك ايفنت عليها شو راح تعمل؟ الهيدن فايل انبوت دوت اوبن تمام. في عندنا ميثود اسمها اوبن، او مثلا اعتقد انها دوت كليك عفوا مش اوبن تمام. طبعا هاي الميثود راح تعمل لي اوبن لديالوج، الديالوج هذا بيحكي لي انه اختار ملف بشكل عام تمام. هذا الكليك ايفنت اللي عليها تعمل لي طبعا اوبن للديالوج. وفي داخل هذا الاي تمام راح نيجي نكتب مثلا هنا ايمج تمام، وهذا الايمج طبعا راح يكون الكلاس الخاص فيها، يعني افاتر، الافاتر عباره عن صوره صغيره الدائريه تمام. الكلاس راح تكون عباره عن افاتر تمام. الافاتر هذا راح يكون طبعا انه البوردر جري، خلي البوردر الخاص لهذه الصوره جري. وممكن اشبك السورس تمام، راح يكون عباره عن الاوث سيرفيس دوت، في عندنا البروفايل دوت فاليو دوت، في عندنا الايمج تمام. هذا عمليه ربط داتا بايندنج مع الايمج تمام. فممكن اعطيه الالت، الالت يعني في حال ما كانش في صوره اعطيه بس مجرد الاي. طبعا بعد هذا الاي بامكاني اكتب هنا بعد الايمج نفسها اكتب هنا مثلا باراجراف، وهذه الباراجراف بامكاني اكتب عليها انه ان جي سيلكتد فايلز، بدي اشوف شو هو انا الملف اللي انا اخترته تمام. ان جي اف سيلكتد فايل، طبعا اذا كان كنت مختار ملف بدي اياه يعرض لي اياه شو الملف اللي انا اخترته تمام. ممكن اكتب له مثلا هنا يو هاف سيلكتد تمام، شو اسم الملف؟ سيلكتد فايل تمام. طيب جميل جدا. بعد هاي العمليه ممكن اخليه هون نقطتين كولوم. بعد هاي العمليه بعد هذا الاي بشكل عام بامكاني اكتب هنا بي باراجراف، وهذا الباراجراف راح اضعه بداخله باتون، الباتون هاي طبعا راح تخليني انه خلص اعمل ابلود ولا ما الى ذلك تمام. فهون طبعا راح اكتب انه ان جي اف تمام. هون طبعا متى اني تكون هاي فعاله؟ اذا كان في عندي سيلكتد فايل اند كان في قيمه للجيت ايمج، اذا كان في عندي صوره فعليا انا مختارها وكان سيلكتد فايل له قيمه، هاي الباتون فعليا راح تكون فعاله تمام. وهون طبعا راح تكون ديسيبلد تمام، في حال انا كنت الجيت ايمج ما كانش لها قيمه تمام. جميل. داخل هذه الباتون طبعا انه ممكن اخليها مثلا هي عباره عن مات ريزد باتون، طبعا هي عباره عن باتون خاصه بال في عندنا الانجلر ماتيريال باتونز تمام. وهذا طبعا هاي المات ريزد باتون ممكن اعطيها الكلر يكون عباره عن اكسنت تمام. وبعد هذا طبعا بامكاني انه اكتب داخلها انه الكليك عليها خلص، مجرد انك تكليك عليها شو راح اعمل؟ ابلودنج A new picture، هذا هي تمام. فهون راح نيجي نكتب مثلا على سبيل المثال داخلها انه ابلود. اوكي، طبعا بعد هذا البتون بامكاني انه اجي على سبيل المثال تحت هذا البي تمام، نيجي على سبيل المثال نكتب مثلا هنا نعرض معلومات اليوزر، مثلا اكتب له h5 فور اكزامبل، والكلاس اسميه
خاص فيه عبارة عن تايتل، وراح يكون عبارة عن الاوث سيرفيس تمام دوت، في عندنا اليوزر نيم، راح اعرض بس معلومات يعني اليوزر تمام. وهون طبعا بعد هذا الاتش 5 راح اكتب باراجراف، وهذا الباراجراف راح يكون بداخلها كلاس يكون عبارة عن ديسكريبشن تمام، وهذا الديسكريبشن طبعا تكست خليه بالسنتر تمام. وبعد هاي العملية طبعا انه ممكن انا اعرض مثلا I am مثلا the user ابصر شو مثلا of this system طبعا يمكن اكتب هون مثلا I am the admin مش the user تمام. طبعا بعد هاي العملية بامكاني اكتب مثلا غير ال description، طبعا هون بعد ما عملنا التايتل كتبت هون مثلا طبعا هون انه كتبنا الادمن فقط، يعني مش راح اني اكتب مثلا اشياء اخرى غير هذا الادمن تمام. هون طبعا بعد الديف الخاص بال الخاص بالنسبه لهي العمليه تمام، بامكاني اني اجي اعمل مثلا انه اتش ار تمام، يعني هوريزونتال لاين تمام. وهذا الهوريزونتال لاين راح نجي نعمل مثلا ديف تمام جديد اسمه باتون كونتينر، باتون كونتينر تمام. هذا البتون كونتينر راح يجي في داخله التالي، هاي عباره عن السوشيال ميديا الخاصه بهذا الادمن تمام. فبامكاني اكتب هنا بتون، وهي البتون طبعا راح تكون عباره عن الهايبر ريفرنس لها راح يكون عباره عن بس داش اوكي. وبامكاني اكتب عليها كلاس بي تي ان فور اكزامبل انه يكون نيوتيرال هنا تمام. وبعد هذا طبعا انه في عنا انه البتون ايكون راح اخليه عباره عن بتون ايكون تمام. هنا البتون ايكون، وبعد البتون ايكون طبعا في عنا بتون راوند تمام، وراح يكون عباره عن بتون ال جي اوكي. طبعا داخل هذا البتون كان اضع بداخله اي، وهذا الاي راح يكون عباره عن كلاس عباره عن اف اي بي، يعني راح يكون عباره عن الايكون الخاص بالفيسبوك، فراح نكتب هنا اف اي فيسبوك تمام. وممكن اكرر هاي الميثود بدل ما اظني اكتب على سبيل المثال، فهنا باتون وهنا باتون اخرى، هاي راح تكون عباره مثلا على سبيل المثال انه الباتون ايكون نفس الموضوع، فراح تكون هاي عباره عن تويتر تمام، هاي راح تكون عباره عن تويتر. وفي عنا الاخيره راح تكون عباره عن فور اكزامبل ممكن نخليها عباره عن جوجل بلس اف اي جوجل تمام. هذا الجوجل طبعا في عندنا بلس، في عندنا بلس، في عندنا بعدين انه جي يعني كجوجل بشكل عام. طبعا بعد العمليات هاي كامله بشكل عام انا اعتقد انه يعني احنا جاهزين الان انه مثلا نعرض معلومات اليوزر. طبعا قبل ما نعمل هاي العمليات كامله خلينا اول شيء نعمل تشغيل للسيرفر بشكل عام. اول شيء طبعا زي ما احنا متعودين نشغل السيرفر الخاص بالباك اند، لانه راح نعمل فيتش للداتا، فراح نجي نعمل مثلا هون ام بي ام رن ستارت، وهون راح نشغل السيرفر راح نكتب فقط ng serve في عنا داش او. طبعا راح يطلع لنا هون ايرور زي ما انتم ملاحظين انه في عنا انه الادمن بانل سلاش ادمن بانل موديول انه بحكي لنا دوت ذن از نوت فعليا اكزيست اون تايب كذا كذا، بجوز لانه الامبورت لانه احنا عملناه اعتقد خاطئ. فراح نروح فعليا عند ال في عنا عند الادمن بانل هون، طبعا الادمن لاي اوت هون، طبعا الادمن لاي اوت تمام. فهنا بالنسبة للادمن بانل اوكي دوت ذن، طبعا هون بحكي لنا انه الذن مش موجودة تمام، لأنه أنا راح نطلع هون مسارين تمام. هون طبعا بعد هذا المسار بإمكاني ممكن أنا أجي أعمل مثلا سلاش كمان نفس الموضوع بحيث إنه يقبل هاي القيمة. المفروض إنه نعمل 3 سلاشز تمام، يعني هون يعني نرجع أكثر من فولدر، إحنا رجعنا الفولدر ورجعنا كمان فولدر ورجعنا كمان فولدر، بالتالي احنا راح المفروض انه تختفي هذه الذن تمام، المفروض انه ما يضلش في عندنا ذن. وحاليا راح يعمل ريفرش للسيرفر بحيث انه يعمل كومبايل بالنسبه للداتا. وطبعا عشان ما ننساش احنا هون لازم نكتب انه ادمن بانل هون طبعا دوت موديول تمام، هذا طبعا انه اخر تشينج يعني او اخر موديفاينج على هذا الموديول، راح يكون عباره عن ادمن بانل دوت موديول هون طبعا بعدين ذن، اعتقد انه راح يختفي الايرور هكذا. طبعا انا بعتذر على الخطا الكبير اللي احنا عملناه، المفروض انه هون جينا نعمل امبورت تمام، هذا طبعا الخطا اللي كان موجود عندنا، المفروض انه احنا عملنا امبورت تمام من هذا المسار، وبالتالي طبعا احنا راح يجي عندنا انه راح يعمل امبورت من هذا المسار وبعدين يعمل ذن تمام. فهذا كان عباره عن اخر موديفاي، وزي ما انتم ملاحظين بطل في ايرور، وهون طبعا راح يعمل ريكومبايل وبالتالي نفتح الموقع ونشوف كيف التست لهذا العمليه.
طبعا زي ما انتم ملاحظين حاليا ما فيش داتا ابدا، ما عرض لي اي شيء من الداتا، لانه اللوجيك اللي انا عملته حاليا خاطئ 100%. طب كيف ممكن اعدل هذا اللوجيك؟ انا كنت بعرض مثلا البيهيفيور سبجكت الداتا الخاصه فيه، لكن هذا اسلوب او نهج خاطئ انه نستخدم هذه الطريقه. فشو الطريقه الافضل؟ الطريقه الافضل انه انا اعرف هون مثلا، اعرف بروفايل، تمام؟ هذا عباره عن بروفايل، جميل، وهذا اوف تايب بروفايل، تمام. بهذا البيهيفيور سبجكت لازم نعمل له سبسكريبشن، تمام، او لازم نعمل له سبسكرايب، لانه راح ممكن نرجع كاوبزرفبل، تمام. فداخل ان جي 1 انت بامكاني هون على سبيل المثال انه this dot في عنا auth service dot في عنا profile dot في عنا as observable، تمام، dot في عنا subscribe، اوكي، dot في عنا subscribe. هذا subscribe طبعا راح ياخذ الداتا، هاي الداتا اوف تايب مثلا بروفايل، اوكي. وبالنسبه للبروفايل طبعا زي ما احنا هون كتبنا، بامكاني احكي انه مثلا this dot profile هاي تعمل ng unit تساوي بروفايل، او عفوا تساوي الداتا، تمام. حاليا انا يعني اخذت الداتا الخاصه بالبروفايل، تمام. طيب جميل جدا، يعني اي تغيير بصير على البيهيفيور سبجكت البروفايل نفسه بيتغير لانه عامل سبسكرايب معه، تمام. يعني اي تحديثات بتصير بتنعكس ايضا على هذا البروفايل، تمام. فانا داخل HTML هنا راح نيجي على سبيل المثال هنا طبعا NGF بروفايل بدل نكتب يعني اوث سيرفيس، تمام. فهون طبعا اديت بروفايل نفس الموضوع، راح ننزل لتحت شوي كمان، بدل ما اكتب هكذا طبعا بامكاني اكتب هيك، تمام. وفي عندي هنا الفاليو الخاصه فيه طبعا بامكاني كمان انه اجي، لكن انا راح اخلي بس فقط البروفايل هنا البروفايل دوت فيرست نيم، تمام. وهون طبعا بدل ما اكتب بالنسبه للفاليو هون طبعا بكتب بروفايل دوت لاست نيم، تمام. هون طبعا انه الان جي موديل مع الابديت نفس الموضوع، هون طبعا ان جي موديل مع البروفايل اللي في عندنا، راح نرجع شوي لهون الان جي موديل مع هاي راح تكون مع الابديت، لكن هون بدل ما اكتب مثلا فاليو راح نيجي نكتب مثلا بروفايل دوت فيرست نيم، يعني راح اربط الفاليو يعني اساس اني اشوفها ريد اونلي. وفي عندنا هون على سبيل المثال البروفايل دوت لاست نيم، وهون طبعا في عندنا الفاليو راح تكون عباره عن البروفايل دوت ايج، وهون في عندنا الفاليو راح تكون عباره عن البروفايل دوت جندر، وفي عندنا هون الفون، وفي عندنا الكونتري، وفي عندنا هون السيتي، واخر شيء طبعا في عندنا هون الادرس، تمام. وفي عندنا تحت شوي انه مثلا ابديت بروفايل ككليك، هاي ممكن نخليها بتون، نعطيها كلاس مثلا، كلاس نسميها مثلا بي تي ان، بي تي ان مثلا سكسس، تمام. هاي اللي كليك عليها راح يعمل لي ابديت للبروفايل. في عندنا على سبيل المثال هنا، تمام، الفايل هنا مثلا انه ان جي 2 فايل سيلكت كلاس اوثر، بامكاني مثلا انه نيجي نحكي هون سيلكتد فايل يو هاف سيلكتد كذا كذا. في عندنا على سبيل المثال انه هنا السورس راح يكون كالتالي، انه في عندنا مثلا راح يكون عباره عن بروفايل دوت ايمج، تمام. طبعا بامكاني طبعا هاي اكتب عليها مثلا انه الان جي، تمام، اف هون عرضت لي اياها، تمام، ان جي اف، ان جي اف انه بروفايل دوت ايمج، اذا كان في عندنا صوره للبروفايل عرض لي اياها، تمام، يعني بالنسبه لهذا الايمج بشكل عام. اذا ما هيش موجوده طلع لي بتون وخليني اعمل مثلا ابلود، تمام. هذا احنا النهج اللي احنا ممكن نستخدمه الى الان. في عندنا مثلا هنا اف سيلكتد فايل انه مثلا هاي الابلود بتون، اليوزر نيم كذا كذا، اعتقد الامور تمام. خلينا نعمل مثلا ريكومبايل للسيرفر ونشوف فعليا شو راح يصير بالنسبه لهي الامور. طبعا هذه الى الان معلومات اليوزر، لاحظوا طلعت لنا الصوره، تمام، طلعت الصوره الخاصه فيه، وهذا الاسم طبعا انا كتبت مثلا اسم اليوزر نيم اخذته من البروفايل، لكن الداتا اللي هون مش طالعه الى الان، تمام. فاحنا وظيفتنا الى الان انه مثلا نربط الداتا الخاصه بالفورمز هون، تمام، بالداتا اللي تكون داخل الكود، تمام. فانا ممكن اروح على داخل الكود هون على سبيل المثال، وراح نغير بضعه امور داخل البروفايل كومبوننت، تمام. فانا لما اجي اعمل مثلا انه this dot profile بامكاني انه نيجي نحكي مثلا this، تمام، دوت في عندنا الاوبجكت مثلا هون الابديت، هون في عندنا الابديت كانه شيء يسمى الابديت، الابديت بروفايل داتا، تمام. في عندنا this dot update profile data دوت في عندنا الفيرست نيم، في عندنا الفيرست نيم از ايكوال للداتا، الداتا دوت فيرست نيم، راح نكرر هاي العمليه. طبعا في عندنا this بالنسبه للابديت بروفايل داتا الفيرست نيم، راح نيجي مثلا نعمل هنا
نكتب مثلا last name، last name، هون في عندنا ال age، هون في عندنا مثلا ال city. راح نجهز الدات بحيث انه نعرضها داخل الفورمز. تمام، في عندنا هون ال country، وهنا في عندنا مثلا الفون، الفون، وهون في عندنا الادرس. تمام، الادرس، اوكي. وفي عندنا اعتقد فقط يعني هاي هي المعلومات الخاصه داخل الفيرست نيم واللاست نيم والايج والسيتي والكونتري والفون والادرس. وممكن في عندنا الجندر كمان، ما ننساش الجندر، هذا عباره عن الجندر. وهون طبعا الادرس، الادرس، وهون في عندنا الفون، الفون، وهون في عندنا الكونتري، الكونتري، والسيتي، وفي عندنا الايج، وفي عندنا اللاست نيم ايضا لهي العمليه. حاليا احنا وظيفتنا شو هي؟ وظيفتنا احنا داخل اتش تي ام ال هنا، ما دام نكتب مثلا فاليو، خلينا مثلا نربط فقط، ما نشطب الفاليو وفقط نعرض المعلومه هاي، لانه فعليا مجرد ما عرضتها راح تنعرض داخل الفورم. تمام، فانا راح اشطب ايضا هاي الفاليو نفس الموضوع، وراح ننزل تحت نشطب الفاليو. تمام، هذا بسموه وان داي وان واي داتا بايننج. انا راح اعمل تو واي داتا بايننج، تمام، مره واحده، فيش داعي اني اعمل وان واي وتو واي داتا بايننج بنفس الوقت. تمام، فهون طبعا راح نيجي نحذف هاي الفاليو، وهون طبعا الفاليو نفس الموضوع، وهون ايضا الفاليو، واعتقد الامور تمام. فحاليا بالنسبه لهنا، وفي عندنا هون طبعا ان جي اكسبنر 100%، لكن هون ضايل بس نكتب مثلا هاي بداخلها لودينج، انه مثلا لودينج كذا كذا يعني بشكل عام. هون ممكن نكتب او ابلودينج، مش لودينج، ابلودينج، ابلودينج. تمام، انه لما يحمل الصوره بشكل عام يعمل ابلودينج. تمام، فانا على سبيل المثال راح اسيف حاليا شغلي واشوف شو السيرفر راح يعمل هنا كومبايلينج. وزي ما انتم ملاحظين حاليا عرض معلومات الخاصه فيا، في عندي هون محمد، وهذا النيم يعني، واللاست نيم، والايج، والميل، وما الى ذلك. تمام، لكن في عندنا فورم بعرف شو لايش بالضبط. تمام، لكن اعتقد انه للايج. تمام، الايج الخاص فيا. تمام، اشوف مثلا اذا انا رابط الايج، لاتاكد اذا انا فعليا رابط الايج، فراح اروح عند البروفايل هنا، في عندنا اشوف اذا انه الايج مربوط، الان جي موديل طبعا هذا للايج اعتقد مربوط، لكن مش عارض قيمته. عموما شكله انه انا الايج الخاص فيا نل. تمام، فبامكاني حاليا انه مثلا على سبيل المثال نعمل مثلا ابديت، نعمل نجرب ابديت، نجرب مثلا 727، نجرب اعمل ابديت بروفايل. مجرد ما عملت ابديت المفترض انه يطلع لي توست مسج، نشوف مثلا شو هي التوست مسج ممكن يطلع لي اياها. بروفايل داتا ابديتد سكسسفولي، فعليا الداتا صارت فعليا هون 27 23 وما الى ذلك. تمام، لكن اعتقد انه انا مكرر الايج مرتين. تمام، نجرب على الايج هون، ممكن انا مكرر الايج مرتين، نشوف اذا انا مكرر الايج مرتين او لا. تمام، هون طبعا الفورم سيتي، نشوف مثلا لفوق شوي، الفون، الجندر، في عندنا مثلا اللاست نيم، الفيرست نيم، في عندنا اللاست نيم والايج، وفي عندنا هون تحت الجندر، وفي عندنا هون الفون، ممكن هذا رقم الفون نفسه يعني هو اخذه، هذا ممكن عباره عن كولوم اضافي ما بعرف صراحه لايش. مثلا نشوف مثلا داخل الفيرست نيم، اللاست نيم، وهون الايج. تمام، هذا الايج، في عندنا هون طبعا الجندر والفون، لتحت الجندر والفون والكنتري. تمام، هذا الكنتري، الكنتري اعتقد حط رقم يعني هو انا حطها مكررها يعني. لاحظوا هون الكنتري، الكنتري انا حطها نمبر. تمام، هذا غلط، لازم اخليها عباره عن تكست، اوكي، وهذا طبعا النيم الخاص فيها كنتري، واربط لي اياها مع الكنتري. فنجرب حاليا نعمل ريفرش، وزي ما انتم ملاحظين حاليا عدل لي على الكنتري، وهذا لاحظوا الايميل. اذا بدي اعمل، بدي ارفع فايل جديد غير هذه الصوره، فممكن اعمل اذا بدي اعدل على هذا الفايل. تمام، اذا بدي اعدل على هذا البروفايل بامكاني اني اروح على سبيل المثال واختار مثلا صوره بشكل عام، شو ما كانت الصوره، انا مختار الشخص هذا كصورته يعني، ممكن انزل هون واختار مثلا صوره الشخص هذا واضع هنا اوكي، يو هاف سيلكتد. لاحظوا طلع لي مسج يو هاف سيلكتد الفايل يلي اسمه الي 2. يعني اذا عملت ابلود راح تلاحظوا انه طلع لي السبينر، هاي عباره عن ابلودنج. لاحظوا هاي هي عباره عن السبينر اللي انا قصدي عنها، انها بتعطي لليوزر انه شو حاليا بيعمل، فبعطيه انه يوزر اكسبيرينس والله انا قاعد بعمل ابلودنج بليز ويت. تمام، فراح يعمل هون ابلودنج، ولما يخلص المفروض طلع لي توست مسج انه الصوره تغيرت. تمام، فراح نستنى شوي عليه. بروفايل ايمج ابلودد سكسسفولي. تمام، من المفترض انه حاليا اذا ممكن اروح على الداشبورد مثلا، اوكي، واذا رحت على البروفايل المفروض انه يكون الصوره متغيره بشكل كامل، واغير لي اياها يعني ايميديتلي. تمام، فهذا بالنسبه لللوجيك الخاص بالنسبه للبروفايل، مش راح اكبر فيه ابدا، لانه انا كادمن مش راح اهتم بنفسي، انا راح اهتم بالمحتوى الخاص بالنسبه للسيستم. تمام، يعطيكم العافيه، وان شاء الله بالفيديو القادم راح نعمل امبلمنتيشن لسيستم يوزرز كومبوننت.